باتجاه اسطنبول الساعة تقريبا واحدة. طبعا انا مقترح حسب مشاهداتي مدينة هادية تقل فيها الزحام، فيها مناطق تسوق جميلة وحلوة، في المطاعم الكوفي شوب ممتازة، يمكن قليل فيها المعالم السياحية، لكن الثلاث اشياء اللي ذكرتها هي التسوق والمطاعم والكوفي شوب هنا منتشرة كثيرة. المسافة بين أنقرة وإسطنبول تقريبا 440 كيلو، كلها تقريبا زي الطريق هذا خط سريع، يعني إن شاء الله تقريبا أقل من 4 ساعات راح تكون هناك، إن شاء الله ساعة واحدة قبل مغيب الشمس إن شاء الله راح نكون هناك. شوف أنقرة، شوف الجبال الشاهقة لها. هون شارع اسطنبول اسمه شارع اسطنبول، طريق اسطنبول. السرعة المسموحة على الطريق هذا كم؟ السرعة المسموحة فيها سرعة 140. 140 كويس، 140 ممتازة. من هاي واي 140 اي من هاي واي جوا، يعني اقل من 4 ساعات اذا كنت ان شاء الله. ان شاء الله بس على الطريق السريع اقل من 4 ساعات. طلعنا طريق اسطنبول هون، طريق اسطنبول. هل الطرق السريعة فيها فيها ضريبة؟ لا ما فيها، بس امسك الطريق السريع توكل على الله ان شاء الله. يعني 4 اسياد، هي 4 اسياد 4 lanes. يعني ما ان شاء الله ما عندك مشكله، اللهم الانتباه، بس